صباح الخير، يعطيكم العافية حبايبي. مشكورين كل اللي سأل عن مرومة، وكل اللي يبي يطمن عليها نطمنكم. إن شاء الله تكون أحسن يا رب. ناطرين بس الدكاترة يطلعون ويقولون إن شاء الله يطلعون هالغرفة. يا رب يا حبيبي، دعواتكم حبايبي، إن شاء الله حالتها استقرت. يا رب يا رب يا رب. بس أحب أقول لكم إن كل منهم علي. الله يبرد قلبك ان شاء الله. آمين. طلعتها من العنايه يا رب. آمين يا رب تستجيب. اي والله ما نمت امس والله العظيم. منو نام؟ اي والله منو نام. مرومه غاليه علينا كلنا. كلها جننتنا هالمرام. تيوز كلها من سلسبيل. كلها من سلسبيل. من قال طيبه. صح صح. تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي خلال الساعات الماضية لوعكة صحية أدخلتها للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية. وأعلنت الفنانة هند البلوشي شقيقة مرام البلوشي عبر ستوري حسابها على إنستغرام خبر الوعكة الصحية التي أصابت شقيقتها مرام، إذ نشرت فيديو للأخيرة ظهرت فيه على أجهزة العناية المركزة. وطلبت هند البلوشي من جمهورها ومتابعيها الدعاء لشقيقتها مرام، إذ علقت على الفيديو قائلة: اللهم يا شافي أنت الشافي، اشفي أختي وروحي مريم شفاء لا يغادر سقما، والبسها ثوب العافية وارفع عنها يا رحمن يا رحيم. ولم تكشف هند شقيقة مرام تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، واكتفت فقط بنشر الفيديو الذي ظهرت فيه الأخيرة وهي فاقدة للوعي تماما على السرير في المستشفى. وفي العام الفائت أعلنت الممثلة والمطربة الكويتية مرام البلوشي إصابتها بالفيروس المستجد، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت الفنانة الكويتية على هذا الأمر قائلة: ما تخوفني أصلا، صار فيني أم الطعمة، أقوى درع صار عندي. وكانت الفنانة مرام البلوشي قد خرجت من العناية المركزة مطلع هذا العام بعد أن أصيبت بجلطة في القلب، وخضعت بعدها لعدة فحوصات طبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب.